قسيسان في كنيسة الأبكار يسبحون بلا فتور صارخين قائلين قدوس الله المطهر يشفيهم قدوس الخوارق يا ربنا يرحمهم قدوس الحي الذي لا يموت يا رب بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حسنا لشعبك قدوس 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 رب الصمد سماء والأرض مملوءة من مجدك وكرامتك لما قالوا الليل ويا بعض السماء يوم قال القدوس آمين الليل ويا المجد هو لإلهنا اشفع فينا يا العساكر الملائكية والطهمات السمائية شو بينشور اسم سيكون خدمات شو سي تركت خيطوت شو سنين تلوت وقصدين برسين سنسيوني فين نتيهم بطاري ماس بسوتين الأغاس بسفرين تيسير والعرون تبسمنا من تبيريني جيريني وطي بارتيس دورين من أليثيني شيرك شوشن تبيرين فريك فونان منو إيل نتيهم واري بمباري بسطاتي سيكر وطناري من شو اسم كان إنو بيناني تنشيسي أم العظيمك لهم النور الحقيقة المجالك الفارة وخديثة بلد الله بلدي وخلص عالم خطايا بشير سلوس القدوس الفاحل حقيقة ومن بإله وعلا ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب قبل كل ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق سيولد في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي ما بيننا البشر من أجل خلاصنا تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا الأرض نقص بنتي تألم الكبرى وقال بين المات من السادس كما في كتب أيضا يأتي في مجدي غني الأحياء والأموات نحن بروح القدس الرب المحب أثق الآب نسجد له ونجيله مع الآب والابن الناطق في الأنبياء والكنيسة نعترف وعودياتنا ونفرد خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي آمين Tinguște vulhai tentiana stasi sentenie Nembion gente bione frio amin Tobne mati المرغوب in Jesus' name. And it's rather interesting thing, you won't really go before it took a look and a bit you hope to forgive you to an of my اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فوز أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. والمجد لله دائما. مرن أشتم بالسوتير بما يوم نافسوس جنس وفاشنيت قارن تيو أرسوتيمون أبرزة بينا ميكون شوستن تكيوتو قص. سمعتم بن صوتي الدكان النوفي ناني فرجي في زمرو تجيبيو تبشيري نكتب نماري سوا بتتريا سنتيكي تنوش تموستنتيونا قد أسست كياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما السماء والأرض وأرض الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة الروحية، الذي نفخ فوقه تلاميذه القديسين ورسل طار قائلا أكبر الروح القدس، من غفرتم لهم خطاهم غفرت لهم، ومن أمسكتم أيضا مسكت، أنت الآن أيضا يا سيد المكبر رأسك على طار، أنعمت الذين يعملون في الكهنوت، في كنيستك المقدسة في كل زمان والآن، أن يغفروا خطايا أرض ويحلوا البيت رباطات ظلم، أسأل رب من صلاحك يا محب البشر عبيدك، آبائي وأخوتي وضعفي نحن الملحين كلنا أمام مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك بكل رباطات خطايانا، إن كنا اخطأنا ليك بمعرفة أو بغير معرفة أو بالفعل أو بالقول أو بجزع القلب أو بصغر النفس أو بجميع الحواس، فأنت السيد العارف بضعف البشر، كصالح ومحب بشر، اللهم انعم لنا غفران خطايانا، باركنا وطهرنا وحللنا وحدثنا شعبك من أنفسك، وقمنا وأرسلت لك أنت سيدنا إلهنا، ينبغي لك المجد والإكرام والعز والسجود، الآن كل وأنت كل آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون سبتريك أيوك أجيبنا ماتي كني كايك سوسيرنا ستورينا آمين ناشي بالك بالموزي وبنشوف تيسوس بخريست موني مهم جاروس موني سيتين مني سينس موني عين تلفي ما يشوفناين تكيريني وين صوتك بيك صوتي مون مونينا كرياليسون كرياليسون كريال كريسون أمين اسمه رويس موني رويس تجمعنا كوني وكون باسمه بالموتين امين السشوبي اور تتهنن ماينات تكريس منيران تكريس كنوبنا كل الوقت تجوهم بيقولوا بيزمون انبياء ومعاش انا امين اللهم انت تسكن كل شكر يا ابانا النبي صلى الله عليه وسلم قدس اسمك يا تنفس تفضلوا. قدوس 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 انجيل مريم معلمنا يا بركاتكم معنا امين. اتى المعز روح القدس يسير الاب باسمي فهو عن كل شيء وذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم ان ارضي ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي لدى الاب لان ابي اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من ها هناك، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل مصروف لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أوفياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأيضا فيكم. والمجد لا ده بالنسبة لك أيها المسيح، حينما أبيك الصلاة والروح القدس معك يا رب يسوع المسيح، قمت قلتنا يا روح القدس يا رب الذي استطاع تلاميذ القدس والمكرمين في الساعة هذا الزمن الصالح، ولكن جددك أحسن قلبا نقيلا لك يا الله روحا مستقيما وشهادة أحلم قدامك وراء كنت لا تنزع مني. سبتريك أيك أجبن معتي يا رب الذي أرسلت رحمتك على تلاميذ القدس والمكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزع منا الصالح، ولكن نسألك أن تجدد في أحسن يا ربنا يسوع المسيح، نرى الكلمة روحا مستقيما نحن روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة والقدر على كل شيء وكل إنسان آتي العالم الرحمة. دينيك أيك سوسيون الصنيون الرامي وإذ أنت الكرم الحقيقي الحق الحامل عن قود الحياة، نسألك هاتها الممتلئة نعمة عروس من أجل خلاص نفسنا. مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما فيوما أي طريقنا لأنه إله خلاصنا. دينيك أيك سوسيون الصنيون الرامي. السلام لك. السلام لك ولكم حبيب المسيح لنا عذراء القديسة صلي رب عنا الصالح ونفسنا في الأنفاق أسعد هي طلع عذراء مريم الإله القديس الشجاع من الجيش العشر الشافي المسيح التي كلامنا السلام لك تعالى السلام فقر نفسنا ونتينا عمنا وينا سبيل السبيل الشجاع المتين والنار ومعليك المسيح يغفر لنا خطايانا. ومشاهد معلمنا مريم البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين. فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الان لانهم يتعزون، طوبى الجعاء لانهم يكسون الارض، طوبى الجاع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانكياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأنها لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس بالناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يطردون سراقا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فليضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدون أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبدا آمين. من شغل الصوت من دون الصوت من دون المسؤول يكشف من عينان يمسح ثم أنت على الصليب من أجل الخطايا لا تجر على أبونا آدم فردوس مسك في السؤال المسيح لنا نجينا. أنا صرخت إلى الله رب سمعنا اللهم اسمع الصلاة ولا تخلو الطلبات تكفر اسمعنا شعبات وقدر كلامكم اسمع رب صوتي خالص نفسي بسلام. سبتيك أيك أيوم نجماتي الناس مرت على صلاة الساعة سادس قدرت قدر وخشوة وحزن موتا الذي هو الإنسان الذي برقبتك دمت بالخطية أكثر وجعل بلغك نشوى المحيا وفي المسامير التي سمرت بها انقطعك من تشكى منوليا والشهوات العالمية يسكعك مقسمية كرفتها. دينيك أيك يسوسيون الصنيون رامي لا نزل ولا حب ولا معذرة من أجل قرآن مخلصنا آيات المختار لا تخططهم شبابك لرسولتنا مقادر خلاصنا لنتعلم من أجلنا لك وخزنك من أفضل سنة مسكنك الدين أعنا ولا مخلصنا من أجل اسمك يا رب لكن وقلنا خطايانا من أجل اسمك القدوس كينيك عليك السوسيون الصريون آمين كثرت عين على الصليب فلهذا كلهم تصرق على المجد لك يا رب سبتي تايوك يا المتماتي والخاسة والصالح طلب المخلطة المسيح إلهنا لأن مش هتكسر أنت تصدع سلمنا جازين خلقت من عبودية العدو نصرخ لك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعي العالم يا رب المجد لك كينيك عليك يستصير نصطنيون آمين لعنام يا ولدي تدلع العذراء ونعظمك لأنه منك بصر بابنك ونضجهم بطل الموت أمواتا كنا فنعدنا وصحبك الحياة الأبدية والنعم في الدرس الأول من أي هذا المجد شعر الميت المسيح إلهنا نعظمك يا ولد الحقيقي كذلك تعدى القديسة بس ولا ولا سيد ثبات الكنائس من الخطايا إله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى أنه برب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد سلام في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا نزل من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد بالروح القدس ومريم العذراء تأنس صلب على العذراء تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم السادس كان في كتب نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب في الآب نثبت له ونمجده مع الآب والابن والروح الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية واحد مفرد خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. يا حمد الله يا حمد خطية العالم اسمعنا وارحمنا وكفر خطايانا آمين. جامع رسولي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم من أجل السماء. صلوا من أجل هذه الخرابين المقدسة الكريمة والذين قدموا هللويا فاي بيبي هو طيب شويس صميم. They الأركسيوس الشام ساكنس كل شعب ضعيف محال سنة ثالث لا يقدرون القدس من هذا الكنيسة بعد عهد المقدمة عشان المقرن العاشر سوى مناظر الدين وحسن سلطان الشهيد والبطر القديس صار من سبب سقوط سنة الرسول القديس بطرس ثاني جراس بين الإسحاق الثاني الذهب والقديس كيرلس السادس من أول سنة سنة عشر شعب من عام 556 من أفسس من تم رئيس الأنبا انطونيوس مع قائد المبارك والمميز مع قدس السيد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودرجات الآن. إلى تلميذك المتناوش بركته عليك أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري والاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونية ولسترا، جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذنا الرب، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عظ، انتهر بكل آنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم، فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء، واقبل الآلام، واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل، ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، واكملت السعي، وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط، بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. اسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر، وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك، لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس احضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الرقوق. اسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني، لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فانقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل ردي، ويخلصني لملكوت السماوي، هذا الذي له المجد إلى دهر الدهور آمين. سلم على برسكيلا وأكيلا وبيت أونسيفوروس. أراستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء، يقرئك السلام أفبولس وبوديس وليونوس وأقلوديا وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك، النعمة معكم أمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأختي أمين. الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى، بركاته على جميعنا آمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيضا يا الشبان، اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية، لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخواتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد لأبد الآباد، آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة وعظا، كتبت إليكم بكلمات قليلة وعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بخفلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فهو يثبت إلى الأبد. شيء من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهرا في كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسور بالروح، لا أعلم ماذا سيستضيفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا أن أوثق المشهدات تنتظرك، ولكنني لست أحتسب لشيئا ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. لأشهد بشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلمكم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم أني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الرب التي اقتنع بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهاب سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذا متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمتها القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجات واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء، أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع، لأنه قال الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جلس على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقع على عنق بولس وقبلوه متوجعين ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتزداد النشر على ضمير اليوم الخامس من شهر باب المبارك، أحسن الله استقباله وعاد الله علينا وعليكم أنتم بإذن الله مفرقة الأسامي من قبل الرحمة ربنا إلى آخره آمين. تمشي هذا اليوم من سنة 68 الشهادة 351 شهادة القديس بولس بطرك القسطنطيني. ولد هذا القديس بالسالونيكي في آخر القرن السادس الميلادي، وقد منذ حدثته صار تلميذا القديس الكسندروس بطرك القسطنطينية. وبعد أن يحضر القديس الكسندروس سنة 336 ميلادي انتقل القديس بولس كرسي القسطنطينية بعده، فقام بشدة الأريوسيين الذين ينكرون له سيد المسيح حتى طهر البلاد منهم. ولما ملك قسطنطينيوس ابن قسطنطين على بلاد الشرق وكان أريوسيا طلب إلى هذا البطرك أن يكف عن مقاومة الأريوسيين فرفض، فغضب الملك ونفاه عدة مرات عن كرسيه، وفي آخر مرة نفاه إلى بلاد أرمينيا ثم أوعز إلى أحد الأريوسيين بقتله، فدخل عليه ليلا وخنقه فنادى كل الشهادة بركة ستكون معنا أمين. وأيضا تنيح الأنبا بطرس أسقف البناسة، ومن أمره أنه ترحب في دير الأنبا شنود رئيس المتوحدين بجبل أدريبة غرب سوهاج، وتفرغ للدرس والبحث في الكتاب المقدس وكتب الكنيسة، وصار عالما بارعا خصوصا في طقوس الكنيسة وألحانها. رسم أسقفا البناسة في المدة من سنة 1186 إلى 1220 ميلادية، وكانت البناسة مدينة عظيمة وعاصمة إحدى الولايات منذ العصور الفرعونية والرومانية، وكانت إبراهيمية كبيرة بها الكثير من الكنائس والعذيرة الخاصة بالرهبان وأديرة أخرى للراهبات بالصحراء الغربية المجاورة للمدينة. ولهذا الأسقف مؤلفات طقسية كثيرة، أهمها أولا قراءات وألحان البصحة المقدسة، فكان المؤمنين في العصور القديمة يقرؤون الكتاب المقدس كله في الكنيسة أثناء أسبوع الآلام، وكان ذلك يستغرق وقتا طويلا. ولما جلس البابا كيرلس الثاني البابا 70 المعروف بابن تريك على السدة المرقسية في المدة من 1131 إلى 1145، وكان قبل بطريقته موظفا عاما في الدولة، ويعرف انشغال الناس وعدم وجود أجازات في أسبوع الآلام المسيحيين، مما يضيع على الناس فرص الاستماع وقراءات أسبوع الآلام الكثيرة. فقام بمعاونة بعض الرهبان دير القديس مكاريوس بريتشهيد بتنظيم وتدوين طقس قراءة البصخة، واختار من العهدين ما يناسب كل ساعة من ساعات البصخة حتى يستطيع المؤمنين متابعة القراءات حسب ما تسمح له ظروفهم. ولما جاء الأنبا بطرس أسقف البنهسة وجد أن قراءات سواعي أسبوع الآلام غير متناسقة، فتوجد ساعات فيها نبوات كثيرة وأخرى نبوات قليلة، فقام بتنسيقها فجمع من العهد القديم بما فيه الأسفار المحذوفة ما يناسب كل ساعة من النبوات والمزامير، ومن العهد الجديد ما يناسب كل ساعة من الأناجيل، وجعل السواعي متناسقة ومتقاربة في قراءتها، ووضع كل هذا في كتاب قطمارس البصخة الذي ما زالت الكنيسة تستخدمه حتى الآن. كما وضع لكل يوم عظتين من أقوال الآباء، واحدة للصباح وواحدة للمساء، منها 9 عظات القديس الانبا شنودة وحده، مما يدل على ولائه وحبه للقديس الانبا شنودة الذي ترهب في ديره. وكذلك رتب قراءة الأناجيل ال4 كاملة في أسبوع الآلام، فيقرأ الإنجيل متى في الصباح الثلاثاء، وإنجيل مرقس صباح ال4، وإنجيل لوقا صباح الخميس، وبعد رفع بخور باكر، وإنجيل يوحنا مساء السبت قبل صلوات عيد القيامة المجيد. وكذلك رتب قراءة 151 مزمور أي سفر المزامير كله مساء الجمعة الكبيرة بعد عمل الدفنة ولحن غلغوثة، فقام بتجميع وتنقيح تفاسير نبوات وأناجيل أسبوع الآلام في كتاب يحمل هذا الاسم، وما زال يستخدم حتى الآن وتم طبعه 2 طبعات. قام بتلحين الكثير من الصلوات والقراءات خصوصا مزامير البصخة باللحن الأدريبي الحزيني المنسوب إلى رهبان جبل إدريبة حيث دير الأنبا شنودة غربي سوهاج. كذلك قام بإدخال اللحن الشامي في بعض مزامير البصخة مثل مزمور بيكسرونوس ومزمور أبتشينون نقله من جبل شامة غرب الأقصر حيث مدينة الموتى في وادي الملوك والملكات، وحيث يوجد الآن دير الشهيد تواضروس المحارب غرب الأقصر. ثانيا عمل طقس لقان عيد الآباء الرسل 5 أبيب، وقيل في مقدمته قانون وأضعه الأبونا الأنبا بطرس أسقف مدينة البنهسة يقرأ على اللقان في 5 من أبيب عيد الأبوين الرسولين أبينا القديس بطرس ومعلمنا بولس الرسول. وثالثا عمل طقس تكريس المعموديات الجديدة، وهو طقس تدشين المعمودية المستعمل حتى الآن، ورد فيه مخطوطة تحوي طقس تكريس المعمودية النص التالي: ترتيب وضعه أبونا القديس الانبا بطرس أسقف البنازة من أجل تكريس المعمودية الجديدة. والجدير بالذكر أن كل ما كان يقوم بهذا الأسقف الجليل من ترتيبات طقسية كانت تؤخذ بالكنيسة وتقر فورا، مما يدل على أن الكنيسة كانت تضعه في مكانته بما كان مرموقا لكثرة علمه وحكمته وروحانيته. ولما كملت أيام خدمته نياح بسلام ومضى إلى بيته الأبدي ليستريح. بركة الصلاة تكون معنا وربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. التلميذ الطاهر. بركاته على جميعنا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته علينا. أمين. أمسكت بيد اليمين وبمشورتك هديتني، وبالمجد قبلتني، وأنا خير لي الالتصاق بالله، وأنا أجعل على رب اتكالي لأخبر بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون. كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعله مثل الغراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صدق. الرب عن يمينك يا ابن القديس البطريرك البابا الانبا تواضروس الثاني، وأبينا المطران المكرم الانبا انطونيوس. الرب يحفظ لنا حياتكما. آمين. الليل كلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا، ربنا ومخلصنا وملكنا ومخلص نفوسنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراب بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامه والخراف تتبعه، لأنها تعرف صوته. أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع أما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمه. ثم قال لهم يسوع أيضا، حق الحق أقول لكم، إني أنا وباب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا وباب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويخرج ويدخل ويجد مرعى. أما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. أما الذي وأجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإن الراعي الصالح وأعرف خاصتي، وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا، فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد. برسك استاسيتي بعضا بقبلة طاهرة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بنعلة ويشرق انظروا ننصت في شفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها كان السيد رب الإله الحق الكائن قبل الظهور الملك أبدا ساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعة الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس خيفه الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرياسات وسلطات وكراسي وربوبيات القوات. وإلى الشرق انظروا، أنت هو القيام حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا، والسرافين ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل. الحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بالرواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس بالظلمات وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد مجتمعا، وصيرنا طارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدينا المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما ورثنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم، أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بالعيب واللتين الطوباويتين المحييان السماء إليك الله وسيد كل أحد وشكره وباركه وقدسه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. هو بالحقيقة خمر وماء وشكرا وبركها وقدسها واشربوا منها كلكم، لأن هذا آدمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة تشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناجي. آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف المخوف المملوء مجدا، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بصوت وردات يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، اجعلنا مستعقين كلنا سيدنا أن نتناول قدسات التوارث الأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحد وروح واحد ونصيبا وميراث من المقدسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك العذراء الوحيدة المقدسة الجامعة الرسول هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي المسيح حفظها بسلام، وكل الأصفة الأرثوذكسيين الذين في أولى نذكر الأباء الطباء المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا أنبا تواضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا انطونيوس الذين فصلونا معهما كلمة الحق باستقامة إن بمعنى كنيستك مقدسة نعرقته بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس والأرثوذكسيين والشمامسة وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ارحمنا يا الله إلهنا طبطال القلب. اذكر يا الناس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسية قلبي، أعطي طمأنينة لكل العالم، وارفع عن العالم الموت والغلا والوباء والفلا وجلا وسيف الأعداء، وأعطي مزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب مياه النهر والزروع والعشب وهوية السماء وثمرات الأرض بهذه السنة، بارك يا رب الرحمن يا رب الرحمن يا رب الرحمن. سعداك مقدار يا كلمة تفرح وجه الأرض، ليروح حرثها وتبصر أسمارها، لا تزرع وحصاد وغبر حياتنا كما يليق. بارك تكليل السنة بصناعة، من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجل كلنا ما زلنا نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين، نزداد في كل عمل صالح. شفاء للمرضى، راحة للمعوزين، قبولا للايتام، سعادة للارامل المتضايقين، اشبعهم بالخيرات، الساقطين اقمهم والخيام ثبتهم، الراقدين اذكرهم والمعترفين اقبل اليك اعترافهم، مدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين، اقبلنا إليك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة تقدماتنا والذين قدموا نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين عرضوك من ذربة آبائنا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله، الطاهرة القديسة مريم، والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهير، والقديس اسطفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس إغريوريوس، وأبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبر أنبا بولا والثلاثة أنبا بكرات القديسين وأبان أنبا يحنس وأبان أنبا بشوي وأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس وال49 شهيدا والقوي القديس أنبا موسى والقديس إيثيديروس وأبان أنبا بخوم صاحب الشركة وأبان أنبا شنود رئيس المتوحدين وأبان أنبا نفر السائح وأبان أنبا صموئيل المعترف وأبان أنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة وتلميذ القمص بخيل البحيري وقداسة البابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس وأبونا بشوي كامل وأبونا يوستوس الأنطوني وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من جسمك القدوس الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسمع بل فضرك القديسين الذين رقدوا أرضينا أنفسنا جميعا واغفر لنا خطايانا. تفضل يا رب أن تنيح نفس عبدك إبراهيم بباوي الذي انتقل بالأمس. نيح يا رب نفسه في فردوس النعيم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماء بتلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام. في كل شيء تمجد تبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم وبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس. بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا فلنشكر الله نبضى بفالكون له ربنا علينا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن نحيا بهذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق فندعو اسمه العظيم القدوس. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية الغير الميتة. آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك بهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابن الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل حي. الشيروبيم والسيرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات السماء. القدوس عليها وطهرتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يقدس اسمك يأتي ملكوتك تسع مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض اغفر لنا عطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن Εσύ παρασημών το Κυρίο κλινάτη. Όμιον σοϊτή. Ως φομίτσι μη τε βουβάμι. إيرني باسي نمّا يسوع يا رب ضعفنا أن نغفر خطايانا كثيرا وحسناتنا لا تمنع شعبك نعمة ربك عنا كل شعب إنهم لا نسأل فأعطوا خوفا نحن على خطاك تكتب أسماءنا في صفوف قدسك من قسم السماوات والأرض اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها وصحبا ومع روحك ستغفل امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين جسد ودم عمانويل إلهنا هذا وبالحقيقة آمين 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 واعترف النفس الأخير أن هذا هو يسلم على أجر ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وإلى القديسة الطاهرة مريم جعله أحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشب الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين 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 أؤمن أؤمن